أصل إسلامي ثابت، أصل إنساني لا غنى عنه لتحقيق السلام والتعايش والبحث لمعرفة الحق علما وعملا. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا الحوار في الإسلام. إعداد مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان بالتعاون مع جمعية قطر الخيرية. حوار بين الدكتور أحمد عبد الرحيم ومحمود سالم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بحضراتكم معنا وحوار جديد. في الحلقة السابقة تحدثنا عن حوار الله عز وجل مع إبليس، وفي حلقة اليوم نواصل الحديث مع فضيلة الدكتور أحمد عبد الرحيم الباحث بمركز الدوحة الدولي لحوار الأديان وأستاذ اللغة العربية واللغات الشرقية. دكتور أحمد، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سنتحدث بإذن الله تعالى في حلقة اليوم عن حوار الله عز وجل مع الأنبياء. هل سنتحدث عن كل الأنبياء أم سنأخذ نموذج أو اثنين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وبه وحده نستعين. لعلنا نختار نبيين من أنبياء الله عز وجل من أولي العزم. نعم. لكل منهما في القرآن الكريم موقف حواري مع الله سبحانه وتعالى، وهما إبراهيم وموسى عليهما السلام. نعم. نتحدث بداية عن سيدنا إبراهيم عليه السلام. في البداية نعلم أن إبراهيم عليه السلام ذكر في القرآن الكريم في 69 مرة. إن شاء الله. وخصه الله تبارك وتعالى في سورة النجم بقوله وإبراهيم الذي وفى، وفي سورة الممتحنة بقوله قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. وقد ورد في القرآن الكريم لإبراهيم عليه السلام 6 محاورات، منها حواره مع الله والذي جاء في قوله تبارك وتعالى في سورة البقرة وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل ثم اجعل على كل جبل
لك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. هذا الموقف العظيم نوع من أنواع الحوار البياني الذي لا يقوم بسبب الجهل بمعلومة والسؤال عنها، وإنما هو حوار للتقارب. كيف هذا دكتور؟ أولا، لم يكن سؤال إبراهيم عليه السلام سؤال الجاهل بقدرة الله عز وجل على إحياء الموتى كما في الحوار، فهو نبي مصطفى من الأنبياء، بل هو خليل الرحمن. نعم. وهو القائل إيمانا حينما حاوره النمرود كما في سورة البقرة: إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر. ثانيا، لم يكن سؤال إبراهيم عليه السلام سؤال الشاك في قدرة الله عز وجل، وذلك لموضعين في الآية الكريمة. الموضع الأول قوله بلى بعد قول الله عز وجل أولم تؤمن. وهنا ننتبه، ليس الاستفهام في قوله تعالى أولم تؤمن استفهاما استنكاريا كما قد يتبين للبعض. نعم. وإنما هو استفهام تقريري، كما قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ألم نشرح لك صدرك. نعم. الموضع الثاني الذي ينفي الشك في الآية الكريمة عن إبراهيم عليه السلام أن سؤاله كان عن الكيفية وليس عن القدرة. نعم. ولذلك جاءت كلمة كيف دون غيرها. ومثل ذلك قول زكريا عليه السلام: أنى يكون لي غلام، وقول مريم عليها السلام: أنى يكون لي ولد. نعم. ومثل ما فعله إبراهيم عليه السلام هو تحول يقيني من علم اليقين إلى عين اليقين. نعم. حينما يرى كيفية ذلك الإحياء بعينه، كما قال تعالى: ثم لترونها عين اليقين. ولكن ماذا عن الحوار مع سيدنا موسى عليه السلام؟ سيدنا موسى عليه السلام ذكر كم مرة في القرآن سيدنا موسى دكتور أحمد؟ ذكر موسى عليه السلام في القرآن الكريم في 136 مرة. ما شاء الله. وخصه الله تبارك وتعالى بقوله كما في سورة الأنبياء: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. ولموسى عليه السلام في القرآن الكريم 9 محاورات. 9 محاورات يعني. نعم. هو عدد كبير، هو أكثر الأنبياء. نعم. محاورات في القرآن. نعم. منها حواره مع الله الذي حكاه القرآن في قوله تعالى في سورة الأعراف: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين.
في هذه الآية الكريمة نرى اكتمال عناصر الحوار من وجود متحاورين وموضوع للحوار وسبب للحوار والاستدلال في الحوار والأهم نتيجة الحوار ونتيجة الحوار. فالمتحاوران هما الله تبارك وتعالى وموسى عليه السلام، وموضوع الحوار رؤية الله عز وجل، وسبب الحوار بيان واستفهام من موسى عليه السلام في إمكانية رؤية الله عز وجل في الدنيا. أما الاستدلال في الحوار فنراه في أن الله عز وجل لم يكن جوابه لموسى عليه السلام بالنفي فحسب لن تراني، وإنما بيّن سبحانه وتعالى سبب استحالة هذه الرؤية، وقد أتى هذا البيان عمليا عند تجلي الله عز وجل للجبل فجعله دكا وخر موسى صاعقا. فإن صعق موسى عليه السلام حينما رأى الجبل ينهار وهو المتجلى عليه، فكيف به ولو رأى المتجلي نفسه سبحانه وتعالى. وبالنهاية جاءت نتيجة الحوار في استحالة رؤية الإنسان لله عز وجل جهرا في الدنيا. دكتور أحمد، لعل مما سبق يتضح لنا أن هناك أركان للحوار، هل لنا أن نوضح في ختام هذه الحلقة أركان الحوار؟ هذه الآية الكريمة تجلى فيها 5 أركان للحوار. نعم. المتحاوران أو المتحاورون. نعم. الركن الثاني موضوع الحوار، الثالث سبب الحوار، الرابع الاستدلال في الحوار، ثم أخيرا نتيجة الحوار. بارك الله فيك، كل الشكر والتقدير لك فضيلة الدكتور أحمد عبد الرحيم الباحث بمركز الدوحة الدولية لحوار الأديان، أستاذ اللغة العربية واللغات الشرقية. شكرا جزيلا لك دكتور، بارك الله فيك. شكرا لحضرتك. وشكرا لكم مستمعين الأعزاء، غدا إن شاء الله تعالى حوار جديد، نترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لن نصل للحق إلا إذا تعلمنا، ولن نتعلم إلا إذا تحاورنا، ولن نتحاور إلا إذا اختلفنا. الحوار في الإسلام. إعداد مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان بالتعاون مع جمعية قطر الخيرية. حوار بين الدكتور أحمد عبد الرحيم ومحمود سالم.